من سوق بو ثمانية وبالتحديد من ولاية الرصاق سنتعرف على قصص الحب، قصص الشغف ما بين حضرة صاحب الجلالة وأيضا ما بين أجدادنا. هذه القصص المليئة بالعفوية، المليئة بالحب، المليئة أيضا بالعواطف، أكيد سنتعرف عليها من خلال سوق بو ثمانية. يلا نروح متابعينا ونتعرف عليها مع بعض. أبونا ومات أبونا راح إيه صاحب الجلالة أبونا عايشنا وقايتنا الله من عقوب هو. وسوى لهم مدارس وسوى لهم بيوت وقصر، الله يغفر له ويسكنه مساكن الرحمة يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. والله حب لا يوصف حقيقة، ونحن حزننا كثير والبلد حزنت، حتى الأشجار تحزن عن صاحب الجلالة لأنه هو عمر البلد وشيد، وحقيقة نقل البلد من الصفر إلى القمم.